بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته لقد كان في يوسف وإخوته
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وتكون من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في أرسله معنا غدا يرجع
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قالوا I'm
وهم لا يشعرون. وجاءوا على قميصه بدم كذب. وجاء الله المستعان على ما تصفون. وجاء
والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكان فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من وعن امرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب
وقالت هيت لك 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 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم إنه من عبادنا المخلصين بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زودت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما بالخنس الجواري
وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه ولقد ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم الفاتح.